طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على هذا اللقاء. حقيقه كابتن عيسى من الابطال العالميين، طبعا وجه لي دعوه لحضور زواجه، وانا حقيقه جاي من حائل واسمه مكه، هذا واجب انه نشارك الكابتن عيسى فرحته، طبعا نيابه عن زملائي في اتحاد الجودو، وحقيقه الغالبيه منهم الان في دوله الكويت لمشاركة في بطولة آسيا، والحمد لله المنتخب حقق نتائج جيدة جدا، نطمع الأفضل. طبعا كابتن عيسى حقيقة لاعب ذو أخلاق عالية جدا، بطل حقق إنجازات كبيرة للوطن في لعبة الجود ولله الحمد. طبعا أتمنى له حياة زوجية سعيدة وربنا يوفقه إن شاء الله، وهذا أتوقع إن شاء الله يعطيه مزيد من الدافع لتحقيق الإنجازات للبلد. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. عيسى أخوي في كلمة سر بيني وبينه اسمها اللزم، اللزم عيسى، هو يقول لي اللزم مازن، أكثر من أخ، أخو عزيز، والله يبارك له إن شاء الله ويتمنى له على خير. وحقيقة الفرحة اليوم ما حقول فرحتين أو ثلاثة، عدة أفراح، واهم اخويا عيسى انتقل على ما يقول العشه الزوجيه، والفرحه ان شاء الله ربي يتمم له ويبارك له فيها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عيسى مو صديقه بس، يعني اخ، واخ عزيز جدا يعني، واحنا كلنا فرحانين ومبسوطين يعني اليوم هذا عيد، هذا عيد عندنا يعني بالنسبه للكابتن عيسى، وفرحه يعني لا توصف الكابتن عيسى، ويستاهل اخونا كابتن عيسى. اتمنى له رحله سعيده ان شاء الله، واتمنى له الذريه الصالحه، والله يوفقه ويوفق جميع المسلمين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احب امسي عليكم على قناه خالد بن زيدان، واحب ابارك لاخوي عيسى مجرشي حبيبنا وزميلنا وبطل العالم في التايكوندو ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقه ان شاء الله في حياته الزوجيه وحياته العمليه ان شاء الله القادمه ان شاء الله. وأحب أبارك له وأبارك لكل الناس الحاضرين هنا إن شاء الله. سعيد جدا بحضوري فرح عيسى، عيسى أخ قبل ما يكون هو، قبل ما أنا أكون مدرب هو أخ ليا من زمان، كنا مع بعض دايما ومن وإحنا صغار كنا دايما في البطولات مع بعض في المنتخب، ويعني يعني أنا أعرف عيسى من وأنا صغير، وإحنا صغيرين يعني وعمرنا صغير كنا نعرف بعض كويس، فهو أنا فرحان جدا لو أنا أعتبر أخ قبل ما أنا أكون مدرب عليه دلوقتي، فهو عيسى أخ بالنسبة لي، وأقول له ألف ألف مليون مبروك، وربنا يكرمك يا رب بالذرية الصالحة، وأتمنى لك السعادة يا رب. وهو يعني لا يعني عيسى الواحد يقول في شعر صراحة، يعني هو يستاهل كل خير يعني، وكفاية احترام وأدب، ويا رب يعني يا رب يسعده ويشوف حياة سعيدة يا رب في الزواج يا رب، ويكون ويحقق له كل أمنياته يا رب، ويسعد الأولمبياد إن شاء الله 2016 إن شاء الله. كل شيء الله يبارك فيك، والحمد لله على كل حال. طبعا نتمنى للأخ والعزيز والصديق وكل شيء الأخ عيسى مجرشي، نتمنى له صراحة كل التوفيق، كل التوفيق نتمنى له، بإذن الله نقول له حياة سعيدة، وربنا إن شاء الله يتمم له بكل خير وكل عافية، ومنه المال إن شاء الله ومنه العيال. وطبعا المناسبة هذه ما تصف صراحة، يعني ما تصف بالنسبة للكابتن عيسى مجرشي أو لأي شاب في مكان الكابتن عيسى مجرشي، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. إن شاء الله أبارك لأخويا عيسى، أبارك له، وإن شاء الله أنه يتوفق في حياته الجوزية إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يتوفق برضه إن شاء الله في البطولات اللي حققها، إن شاء الله يحقق أكثر وأكثر. وتعرف يعني ما شاء الله تبارك الله عيسى يعني لا تعليق، الجميع يعني يعرف عيسى، والله يوفقه يعني يوفقه في حياته الجوزية. وتعرف يعني يقول لك كل رجل وراء امرأة عظيمة، وإن شاء الله أنه يتوفق إن شاء الله.